السلام عليكم، مساء النور ومساء الخير عليكم كاملين يا وجوه الخير. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكيف ما عودتكم دائما كل نهار قصه جديده، معاناه واهات ومشاكل وكوارث جديده. اليوم معنا واحد الكارثه من نوع خاص، اليوم معنا واحد القصه اللي غادي تعاودها الانسانه اللي غادي صراحه تخوي عليكم قلبها. دابا غتقول لكم اشنو ضرها وبغى بطبيعة الحل الحل، فما تبخلوش عليها، الله يجزيكم بخير وبقاو معايا في هذه القصة اللي غادي نعودوها ان شاء الله من الاول حتى الاخر. ما تنسونيش مجيمو كومنتر وبارتاجيو الى عجبكم الفيديو، ومرحبا بكم ويلا نسمعوا لهذه القصة كاملة. السلام عليكم، انا سكينة لامر ديالي 28 سنة، اليوم جيت نشارك معكم قصتي ونتمنى منكم النصيحة الله يجزيكم بخير. انا غادي نحكي لكم المشكل ديالي وكنتمنى منكم الاخت امينه تعطوني الحلول وما تبخلوش عليا، حسبوني وحده منكم وفيدوني حيت واقفه على النصائح ديالكم. نتوما اختي امينه صاحبه القناه، وكنطلب منها تطبق من القصه ديالي حيت الامر مستعجل. المهم علينا، في البدايه غادي نقربكم مني شويه كيف ما داروا جميع الاخوان والاخوات اللي سبقوني لهذه القناه. انا يا البنات كبرت وعشت وسط عائله اللي محافظه وعلى قد الحال، الحالة ديالنا المادية متوسطة، ما غاديش نقول لكم عندنا وحنا لاباس علينا، حنا جدا عاديين. الأب ديالي مدرب سباحة في واحد النادي، أما الأم ربة بيت. كبرنا وسط واحد الوسط اللي فيه جو زوين، عندي جوج خوتي دراري وبنت، يعني حنا ربعة بينا. كنت أنا وخوتي متفاهمين وبزاف، الحمد لله علاقتي بيهم كانت زوينة بزاف. أنا يا البنات ما عنديش شي حاجة اللي مهمة في الصغر ديالي، كنا عايشين مرتاحين وهنيين كيف ما قلت لكم. وما غادي تبدا القصه ديالي حتى وصلت للعمر ديال 17 عام. فهاد العمر كنت تخطبت لواحد خينا من العائله، منين تخطبت ليه هو مشى يخدم على راسو وانا بقيت كنقرا. هو داك العام كان يلاه توظف وكانوا طلبوا مني نصبر عليه على ما يترسم في العمل ديالو حيت كان كيستاجي. ديك الساعه غادي نديروا العرس ديالنا ونتزوجوا. المهم بقيت كنسين فيه في ديك الفتره ديال الخطوبه، انا ما غاديش يعجبني السيد اللي خطبني حيت بيني وبينكم جاني متشدد اكثر من القياس ومشكك. الى لقاني غير كنضحك يقول لي علاش كتضحكي وشنو اللي كيضحكك، وكيبغي يعرف عليا كل شيء. زيد عليها نتخرجني من الدراسه ديالي حيت قال لي شتك كتضحكي مع البنات ووقتك كامل كتضيعيه في البنات. واحد النهار شتك جالس في واحد البلاصه والفنيه وما عجبنيش الحال. المهم قال لك لا انت غتجلسي وما تقرايش وغتبقاي في داركم حتى ندير بك العرس. انا بطبيعه الحال ما غاديش نبغي نخرج من قرايتي، ولكن هو فرض عليا نخرج من الدراسه ديالي. ناض الوالد طلب مني نجلس في الدار وندير بكلام الخطيب ديالي، فعلا درت ليهم الخاطر وخرجت منها حيت اصلا ما كانش عندي مع القرايه. المهم بقيت جالسه في الدار وكنتسنى فيه يترسم في الخدمه ديالو. بقينا مخطوبين حتى لواحد النهار كانت عندهم واحد المناسبه في الدار وعرضوا علينا. مني مشيت كنت جالسه وسط الاهل ديالو انا وامي واختي. شويه دخل واحد عمو واحد ولد عمو سلموا علينا. عمو كبير قد الاب ديالي كان مد ليا وجهه، حشمت وسلمت عليه بالوجه عادي. هو بقى كيطلع وينزل بالالوان وبقى كيخنزر فيا شي تخنزيرات اللي ديال الموت. انا بقيت كنقول ليه مالك ياك لاباس شنو واقع، قال لي نوض يلاه طلعي سطحت بعيني. منين طلعت معاه غادي ندمني على النهار اللي السيد قال لي علاش وقدر شانك تسلمي عليهم، اصلا علاش مديتي وجهك لعمي فلان. ايوا تكفر كاع عليا وبغى يضربني وقال لي باينه انت درتي عليا بلعاني وباينه انت بغيتي تفقسيني حيت عارف اني مغير. بقى كيزعف كيزعف والكشاكش ديالو خارج عليه من فمو. انا ما قلت ليه والو، سكت زعما باش هو يبرد، ولكن السيد غير ما زايد فيه. نطيح ليا الهضره وقال لي شي هضره ما تهزوهاش حتى من الارض، طايحه وما نقدرش نقولها لكم. ديك الساعه غوت عليه وقلت ليه ياك هذاك عمك وقد باك شنو فيها اللي سلمت عليه، وزيد انا ما قدرتش نجرحو قدامكم ما قصدت فيها والو. بقى كيزعف قال لي لا انت قاصده وبالعاني درتيها، اذا باينه لك في شي حاجه. قبل ما يكمل هضرته سكتو، قبضت الخاتم ديالو وبنتلو على خنشوشو. قلت ليه صافي من اليوم انت ما كتعرفني وانا ما كنعرفك، ملي وليتي كطيح ليا الهضره بحال هكذا ما بقيتش باغاك مولاي. ايوا السيد ماشي اعتذر مني وقال لي عافاك سمح لي تسرعت حيت كنغير عليك ولا كنبغيك. لا هو قال لي واش يحسبك انا شيطه عليك الشيطه، وقال لي سيري الباب عرض من كتافك سمح فيا ونزل. بكيت حتى شبعت، من بعد مسحت دموعي مشيت عند امي واختي قلت لهم يلا نمشيو بحالنا. هي تيا امي مالكي مالكي، قلت لها غير يلا حتى للدار ونعاود لكم. ايوا نضنا مشينا بحالاتنا، خوتو خواتاتو ما فهموا والو، عياو ما يشدوا فيا ما بغيتش نجلس. قلت لهم والو انا غادي نمشي بحالي. بقيت كنبكي صافي عرفوني تناقشت مع ولدهم.
ما حتى هما عارفين العقليه ديالو كيفاش دايره. السيد منوي في شطيطو وكيبغي حب التملك، والا بغى الحاجه خصو تكون ديالو بوحدو. المهم البنات، مشيت للدار عاودت الام ديالي كلشي بالتفصيل. امي بقات يافسه في بلاصتها. ملي رجع با للدار عاودت لي كلشي، قلت لي صافي الوالد انا وفلان سالينا وما غاديش نتزوج به. قال لي بنتي الزوج والطلاق انا ما كنتحكمش فيه، تي بغيتي تزوجي به الله يسخر لك، بغيتي تفسخي الخطابه ولقيتي راسك ما قداش تكملي معاه ديري داكشي اللي يخرجك. المهم انا بقيت كنخمم، في الاخر قررت باش ما نكملش معاه. واخا جاو الاهل ديالو طلبوا مني نرجع معاه واعتذروا مني، وجا حتى هو طلب مني السماحه وبغى يكمل معايا. جا حتى داك عمو طلب مني السماحه وقال لي بنتي انا ما نويت فيها والو، وراكي قد بنتي وهادي وهاديك، ودابا الا هذاك الله رجعي غير في وجهي انايا، ولكن انا ما بغيتش نرجع ليه حيت هو جرحني وطيح ليا الهضره، وحنا مازالين يلاه مخطوبين. عادي الا بقيت كملت معاه ما عرفت شنو غادي يدير معايا، غادي يبقى يمسح وقيله فيا رجليه، وفي الاخر يجي يقول لي عافاك ديزولي حبيبه لاختي سمحي لي بالزربه، قطع الحب نحب اللهم نسخسره ولا خساره كامله. المهم فسخت الخطوبه ديالي معاه، بقيت غير جالسه في الدار ما بين ربعه ديال الحيوط ومهانيه مع راسي. ايوا يا البنات، بقيت واحد المده من بعد نط كنقلب على شي خدمه نخدم فيها ولي راسي فيها، ما عجبنيش الجلسه في الدار. فعلا نط كنقلب على خدمه لقيت واحد الخدمه في واحد القاعه ديال الحفلات، بقيت خدامه على راسي. واخا الخدمه كانت متعبه شويه وفيها شويه ديال التماره، ولكن كنت واخده راحتي فيها وعاجباني. بقيت كنخدم وغاديه مع الوقت. صافي من بعد كنت تعرفت على شي جوج ديال الشباب في ذاك الوقت هذاك، هما في الاول كانوا قال لك باغيين المعقول والزواج، ايوا بقاو مجرجرني حتى هما اليوم غدا، ولكن في الاخر طلعوا غير باغيين يطرقوا يقرطوا عفوا الناب معايا وصافي، وما كانش عينهم في المعقول. واحد فيهم كان هلكني غير بالكذوب، قال لي حكا ما تحكا انا عايش في الالمان ولا غادي نتزوج بك ونديك معايا. وانا بقيت تابعه في الكذوب ديالو وجالسه كنحلم به بالمانيا. منين شفتو غير غبر عليا وغير كيكذب عليا، بقيت كنسول عليه الناس غادي نعرف السيد خدام عساس ديال الحبس في واحد المدينه، ما كذبش عليكم كانت صدمه بالنسبه ليلي. منين عرفتو كيكذب عليا صافي سستو عليا مره واحده. المهم بقيت بحال ما هكذاك، مشات ايام وجات واحده اخرى. حتى لواحد النهار كانت واحد الحفله في داك القاعه اللي خدامه فيها، وكانوا جاو شي ناس وشافوني. منين شافوني هما حاطين عليا، صراحه ما هضروا معايا ما والو، بقاو غير حاطين عليا متسع. عجبتهم سولوا عليا انا شكون وبنت من. ايوا خلاو حتى دازت واحد العشر ايام هما يجيو عندنا للدار، حيت قلت لكم سولوا عليا الناس اللي كيعرفوني وعطاهم العنوان ديال دارنا فين كنسكنوا. المهم الناس جاو للدار، حنا ما كانش عندنا الخبر وما كناش عارفينهم حتى شكون هما ولا علاش جايين. صافي هي هذيك دخلناهم فرحنا بهم. هما غادي يقول لك حنا بغينا تزوجونا بنتكم لولدنا. صراحه انا تفاجات حيت ولدهم ما كنعرفوش وما عمري ما شفتو. في الاول رفضت وما بغيتش حيت ما عمرني عرفتهم ولا شفت الراجل اللي باغيني باغي يتزوج بيا شكون هو. قلت لهم انا ما بغاش نتزوج. صافي نوضوا مشاو بحالاتهم، اما انا ما درت في بالي والو، نسيت الموضوع. بقينا واحد السيمانه بحال هكذاك. هو عاوتاني رجعوا كيطلبوا كيرغبوا فينا، قالوا الاب ديالي ودي حنا عجبتنا البنت وبغيناها للولد، والا اللي عجبنا اكثر هما نتوما، بغينا نشيو النسبيه ديالكم الى هداكم الله، حنا بغينا القرب منكم عطاو لينا البنت. هاد المره الاب ديالي قال لهم ودي شنو غادي نقول لكم، عطيني شويه ديال الوقت نتشاور مع البنت ونسول على ولدكم، وديك الساعه ما يكون ان شاء الله غير الخير. هما قالوا لي ها سيدي مرحبا، هادي راها بنتك وانت من حقك تسول وتعرف فين غادي تعطي بنتك ولمن غادي تزوجها. عطاوه العنوان ديال الخدمه فين خدام الراجل وحتى الرقم التليفون ديالو، وقالوا لي حنا ساكنين في البلاصه الفلانيه، وإلا بغيتي تسول علينا اجي عندنا سول علينا في الحومه الفلانيه. صافي قال لهم الوالد ولا عليكم ويكون خير ان شاء الله. ايوا هي هذيك نوضوا مشاو بحالاتهم. من بعد ايام الاب ديالي مشى كيسول فيهم، ما قال لهم غير الله يعمرها سلعه حيت الناس مزيانين وديال العشره. وحتى الراجل كان الاب ديالي اتصل بيه وقال له بغيت نشوفكم جلس معاك ونهضر انا وياك. قال لي عمي هي الاولى. فعلا السيد تلاقى مع الاب ديالي في واحد القهوه، تعرف عليه سولو تكلم معاه حتى وجابو في شلا كلام. الاب ديالي مسكين جا حامق عليه مني جا هو كيهضر عليه، وكان قال لي بنتي ناس راني سولت عليهم وراهم ناس مزيانين لا العائله ديالو ولا حتى الراجل اللي بغى يتزوج بك، راه بنتي ما فيهم ما يتعب، ودابا الا كنتي باغا تزوجي وتعمري على راسك توكلي على الله وسيري تزوجي، راه ربي لاقاك ولد الناس معقول ومزيان ان شاء الله الا قبلتي عليه راه ما يكون غير الخير. وزيد عليها وجهه وجه الخير وباين مشوفتهم ولاد الناس. بصراحه ما لقيت ما نقول، بقى
بقيت غير ساكته وكنفكر مع راسي. داز واحد اليومين وهو يرجع يسولني الاب ديالي، قال لي فلانه شتك سكتتي وطولتي في سكاتك. قلت لي كيفاش ابا؟ قال لي امضره شنو قررتي في الموضوع ديال الزواج؟ قلت لي الواليد انا ما عندي ما نقول، اللي فيها الخير ربي يجيبها من عنده، واللي درتيها انتايا انا راني معك فيها. ما حسيت بها بحال ما باغياش. قلت لي يا بنتي بلاتي عليك سيري خدمي خدمتك، اما الزواج راه ما هاربش ومازال عليه الحل. عيات ما تبدي ليا. قلت لها امي الصغر ما صغيرش، راني في 24 عام قدي تزوج شحال هادي ولدو، ولا امي كان هاد ولد الناس مزيان كيف ما كيقول الوالد غادي نتوكل على الله ونتزوج به. امي ملي عرفتني باغا نتزوج وقابله عليه قالت لي بنتي شنو غادي نقول لك؟ آه الله يسخر لك ومنك ليه، وعندك غير شي نهار تندمي على الاختيار ديالك. انا ما هدرت ما قلت والو. اختي قالت ليها ايوا خليها امي هي باغا تزوج دير دارها حتى هي ما فيها باس. انا ما نطقت حتى بكلمه. صافي هذيك الاب ديالي من بعد رد عليهم بلي حنا موافقين نتناسبوا معاهم. ايوا هما تفاهموا مع الوالد في التليفون باش من بعد يومين يجيبوا الخطوبه ديالهم ويجيو يخطبوني ويتفاهموا معنا على كل شيء. فداك النهار نيتي تحدد التاريخ ديال العرس وداك الشيء اللي كان. من بعد يومين جاب الاهل ديالو عندنا، جابوا معاهم صوبهم، جابوا ليا كل شيء. صراحه كبروا بيا، اي حاجه كتديها الناس في الخطوبه ديالهم جابوها ليا حتى انايا. المهم جا معاهم حتى العريس، اول مره كنشوفه حيت ما كنتش كنعرفو من قبل. صراحه راجل عجبني وباقي صغار ومزيون واني قدريف خدام على راسو ما فيه ما يتعب. قبل ما يتفاهموا عطاوني انا وياه فرصه نهضروا ونتكلموا على انفراد. انا كنت في بيتي جا لعندي سلم عليا، هو حشمان بقى كيهضر معايا وقال لي انا راهم مالين الدار شكروك ليا وقالوا لي بلي انت ظريفه وزوينه ما شاء الله وراه طلع عندهم الحق زوينه كيف ما وصفوك ليا. حشمت وحطيت راسي للارض. هضرنا شويه، هو يقول لي اللي عنده وانا كذلك قلت داكشي كامل اللي عندي. تفاهمنا مع بعضياتنا. من بعد ندخل مشى جلس معاهم وهو فرحان بيا. ايوا يا البنات هما ديك الليله تفاهموا مع الاب ديالي على كل شيء، ما ضيعوا معنا حتى شي حاجه. حتى الاب ديالي الصراحه ما ضيع لهم والو، واللي قالوها لينا قال لهم الاب ديالي عليها مرحبا. بصراحه حتى الاب ديالو كان طاير بالفرحه منين دخل هو كيدعي معايا، مسكين كان فرحان بيا اكثر منهم كاملين. المهم ديك الليله تفاهموا على كل شيء حتى من العقد والعرس كل شيء تحدد. حنا كنا درنا كل شيء مزروف. من بعد شهر بدينا كنجمعوا راسنا على قبل العرس اللي غادي نديرو. جمعنا شنو كيحتاج في العقد، مشيت عقدت انا وياه. من بعد عطاني فلوس ديالي، عطاني صداقي، مشيت انا وامي وواحد ختو جهزت حوايجي. من بعد خرجت انا والزوج ديالي شريت الخاتم ديال الزواج. كل شيء كان هو هذاك، كنت فرحانه به بزاف وحتى هو كذلك كان كيبان ليا فرحان. هضرت انا وياه في التليفون واحد الايام، ماشي فتره، ماشي بزاف، واحد فتره بسيطه وصافي. ولكن شنو غادي نقول لكم، هضرنا ما بين العقد والعرس. ما بغيتش نهضر معاه قبل ما نعقد معاه حيت الخطوبه الاولى ديالي كنت كنهضر معاه في التليفون خلقت لينا بزاف ديال المشاكل، وهذا انا ما بغيتش نهضر معاه في التليفون. توكلت على الله وعقدت معاه. هي هذيك من بعد وجدنا العرس ديالنا، كان عرس لي شعبي فوق السطح بحال باقي الاعراس المغربيه. فرحت بليلتي مع العائله والجيران. من بعد جاو الاهل ديال العريس داوني معاهم للدار ديالهم، وحتى هما كانوا مكبرين العرس وفرحانين بينا. داروا لينا اللبسات الكاميرا لاشين. المهم العرس الكبير درناه في الدار ديال العريس، ما نقولش ليكم دازت واحد الليله اللي مزيونه بزاف. الحمد لله كلشي داز هو هذاك. صافي العرس داز، ليله العمر دازت زوينه واخا كانت شويه ديال الحشمه والخوف. راجلي كان متفاهم الوضعيه، خدم معايا السياسه وشد بالخاطر ديالي حتى تيسرت لينا الامور. الحمد لله داز كلشي هو هذاك. ايوا صافي بقيت عايشه وسط الناس. هما في الاول كانوا كيتعاملوا معايا مزيان، لا عدوزتي ولا لوزتي، كان التعامل ديالهم معايا مزيون وحتى هما كذلك. ولكن من بعد رجعوا كيوقعوا نقاشات ما بيني وبين ديك لوزتي، كانت كتغير مني بزاف وديما كدير معايا المشاكل على اقل من هي حاجه. كانت كتبغي تجبد عيبي بالسيف عليا، انا كنت كندافع فيها وكنحاول نتجنب المشاكل معها، ولكن هي كانت دائما كتبقى تقلب لي غير منين تجبدني. ما نكذبش عليكم كانت قبيحه بزاف وما كانتش كتبغيني، وما كانتش كتبغيني حتى نضر قدامها. انا ما كانش عندي فيها غرض وما كنتش كندافع فيها نهائيا، بقيت دايره اللي عليا وكثر. بهاليا في راسي منقيه حالتي، عاطي وقتي لراجلي ولشيخي اللي كان الله يعمرها دار. راجل مزيان وظريف بلا قياس، اما حتى عكوسي ما نعاودش لكم عليها، عندها السم غير من التحت للتحت. فوجهك كضحك لك وما تقول لك غير بنتي حبيبتي، وانتي تقلبي وجهك عليها وهي تبقى كتقطع فيك. ولكن ما كنتش كندير عليهم حيت اي دار كتلقاي فيها المشاكل. المهم بقيت صابره على قبل راجلي اللي كان معايا ظريف ولد الناس.
التعامل ديالو معايا كان زوين بزاف، ما كان مخسر ليا والو، ولكن هما كانوا كيقلبوا غير منين يخلقوا ليا المشاكل. اما هذيك لوسي كنت اي حاجه خدمتها ولا حطيتها من يدي كتعيبها وتعوجها عليا، وكتقول لي ما كتعرفي تخدمي والو. حتى التقراد ديال الربيع ملي كتشوفني كنقردو كتبقى تعكي عليا وكتقول لي اش هاد الخدمه المجعفنه ديالك، ما كاين لها الشغل المرون. كانت كتزول لي الحاجه من يدي وكتبغي تخدمها هي، وزيد عليها السيده ما خدامه ما كتقرا ما والو. نهار ما طال هي مقابلاني غير انا ما نقدرش نتمل من قدامها، وهي تبقى فيا بحيشيان الهضره وكتبقى تعيف فيا. في الاول كنت كنميك عليها، ولكن من بعد ما نكذبش عليكم رجعت كنتحكم الداخل، حيت ما كنتش كنرد عليها وكتبقى هضرتها كتحفر فيا وما كنتش كنتشكى منها. واخا كانت كدير اللي كدير ما كنمشيش عند راجلي نقول ليه اختك شنو دارت لي ولا شنو فعلت لي، ولكن كنت كندير عين ميكا وكنضرب الطم غير باش ما يوقعوش المشاكل في الدار. الحاصل وما فيه، بقيت صابره معاهم وداز تقريبا عام وشويه، شي تقريبا عام وربع شهور من بعد الزواج ديالي كان جا الزوج ديالي جا الانتقال في الخدمه ديالو لواحد المدينه اخرى، وكنت بعيده علينا شويه. ما عرفت جا الانتقال ما بغيتش وما تقبلتوش يمشي عليا ويبعدني ويخليني معاهم، عيت ما نطلب فيه يبقى معايا ولا يديني معاه، ولكن الظروف ديال العمل ديالو كانت كبر مني. صافي مشى يخدم على راسو وانا بقيت مع ناسي، صراحه ما كان خاصني معاهم حتى شي خير. ولكن كيف ما قلت لكم لوسي كانت حقاره وكتحقر عليا اكثر من القياس، وديما كتخلق ما بيني وبينها المشاكل. تصورو كانت عند بعايا في كل شيء، ولا شافتني جالسه كنهضر انا وشيخي كنضحكوا ولا شي حاجه انا وهي كتبغي تنكدها عليا، وكتبقى كتخنزر فيا وكتقول لي الناس مقابله الشغل وانت قابله شيخك، وكتبقى كتدرمج من تحت شنايفها. ما عرفتش شنو كانت كتقول، كتبقى غير كتلتخ فرج ليها. المهم السيده كتحفر على الصداع وكتبغي تلاقي ما بيني وبين عكوسي، وما كتحمد الله حتى كنبقاو انا وياها، انت قلتي وانت درتي وانت شتي وانت فعلتي وانت سمعتي. كدبش عليكم كرهتني في الحياه ديالي معاهم، كل نهار كتجبد معايا الصداع. واخا ما كانت كتزعف عليا هي ما كانتش كتديها فيها وما كانتش كتحشم. والمشكل ملي شافت شيخي كيبغيني مهلي فيا وكيهضر معايا، ولا بغى يصبن حوايجو كيجي عندي، ولا بغى يدير اي حاجه كيقول لي بنتي العزيزه اجي جبد صبني ليا حويجاتي، ولا جي قطع عليا ظفاري، ولا غير لا بغى يخيط الحاجه، ولا بغى الخيط، ولا ما بغاش يدخل ليه الخيط في الابره، كان كيجي عندي. واخا تكون مراته قدامه كيسمح فيها وكيقلب يقلب عليا انا وكيعيط ليا انا ندخل ليه داك الخيط في الابره. ايوا السيده غتبقى كتحفر عليا وكتبغي تجبد ليا الصداع مع عكوسي وشيخي. نهار ما طر هي كتحرش عليا وكتقول ليها مرت ولدك راه دايره ومرت ولدك راه فعله، وكتبقى عليها دودو 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 دودو. نهار ما طر هي كتحرش فيها عليا، انا ما كنتش كنديها فيها. واخا كانت كتقول ليا انت ما تبقيش تشقي على با، انا نتسخر عليه وانا اللي نمد ليه، تديها غير في راسك وفي صحتك. انا كنت كندير داك الشيء غير مع شيخي اللي قديت عليه، حيت كنت دايره في المرتبه ديال با وربي هو اللي كان شاهد عليا. المهم بقينا هكذا في الاول، عدوسي كانت غير ساكته وما كتقول ليا والو، بالعكس كدور فيها وكتقول ليا هذاك راه شيخه في المرتبه ديال الاب ديالها وما فيها باس الا تسخرت عليه وعطاته الحاجه، بالعكس هناتني منه. مع هو مسكين فيه الهضره بزاف، هما ما كانوش كيحملوا يبقى كيهضر وينقر عليهم، ولكن انا كنت كندي على قد عقله وكنعطيه الحاجه قبل حتى ما يطلبها مني. المهم عكوسي ما كانت كتقول لي الصراحه والو، وبالعكس مني كتشوفو كيعيط لي بسميتي كتقول لي جري جري لمحمد ديالك كيعيط لك راه باغي منك ديري لي شي حاجه، وكتبقى كتضحك معايا. ولكن من بعد غادي تقلب عليا حتى هي، والسبب هو شيخي. كان واحد النهار دافع عليا وجا معايا، الصراحه جا مع الحق ودار فيهم بجوج بيهم. هذاك النهار انا كنت كندوش خليت الغدا فوق البوطه، وكنت طلبت من عكوسي تنتبه ليه، هي سات على داك الغدا وبقى فوق النار حتى تحرق. لوسي كانت خارجه تقدا شي سخره، ملي جات شمت الريحه ديال الحرق ما عرفاني انا اللي درت الغدا داك النهار. نات كتخاصم وكتعاير، انا الصراحه ما عجبنيش المعيور ديالها، زيد عليها جات عندي للدوش وبقات كتغوت عليا، دفعت الباب بقات بشي هضره ديال الكيلو. انا ما قدرتش نصبر ليها، درت عليا الفوطه وجيت خارجه نلبسها ليا في بيتي. السيده تبعتني وبقات كتنقنق عليا، وانتي وانتي وانتي، المهم عصباتني وانا نتفرقع عليها. ما حسيت براسي حتى طرتيها على شعرها ونتفتها منه حيت عيقت عليا، عييت ما نصبر ليها ولكلامها، ولكن صافي تقدا صبري ما بقاش عندي فين نزيد نصبر. المهم تنوضنا انا وياها، ها هي ضربه وانا عشرة، وانا اللي غلبتها ودرتها من تحت مني وبقيت عليها هاك بالك هذه تصلح الاخرى الضر، حتى ندمتها على ما دوزت فيا. اكيد امها جات من الصف ديال بنتها وبقات كتدفع فيا وكتضربني وكتقول لي طلقي منها وبعدي
بعدي منا الديره هي الفعله، شبعت لكم فيا سبان داك النهار. ايوا جبدت حتى امي وحتى الوالد بالعيب، وقالت لي انت ما مربياش وانا كنت غلطه فيك وهذه والاخرى. من بعد بغاو يجريو عليا من الدار، قالوا لي هزي حوايجك وسيري بحالك عند باك. غير شيخي مسكين هو اللي دخل بيني وبينهم وفكني منهم، قال لهم مرت ولدي ما عندها فين غادي تمشي من هاد الدار، واش راجلها غايب مخليها عندنا امان وحنا نصيفطوها لدارهم بهاد الحاله هادي؟ والله ما تخلق، انا راني عطيت عهد الله لباها باش نتهلاو فيها ماشي باش نتعاونوا عليها ونجريو عليها. ناض خاصم على بنته قال لها انت اللي قبيحه وانت اللي جبتي معها الصداع. صافي الماكله تحرقت ما عليهاش، نعاودوا وحده اخرى ونصوموا حنا كاع، ولكن باش تنوضي تعرقي ليها وتبيعها حتى للدوش وتبعتيها للبيت ديالها بلا حشمه بلا حياه، في الاخر ترجعي فيها العيب. ايوا انا بقيت كنبكي، جا عندي مسكين بقى كيطبطب عليا، قال لي صافي بنتي الله يلعن الشيطان. نطقت عقوسي قالت ليه الشيطان هو انت، وخنزر فيها وقال لي سدي فمك حسن ليك. هي قالت لي هذا النهار يا بيا يا بيا، وما تباتش عندي في هاد الدار حتى يجي ولدي ويدير ليا معاها حل. المهم معنى جرات عليا، انا كنت باغا نمشي بحالاتي، ولكن شيخي شدني من يدي وقال لي دوزي تجلسي والله من الدار بلا خبر ولدي لا خرجتي، واللي ما بغاش اللي ما بغاكش يهز راسو يخرج، الباب واسعه وعريضه. ايوا انا درت بكلام شيخي وجلست، ولكن عدوسي ملي شافتو شاد فيا وما بغاش يخليني نخرج فهمتها غلط، وبغات تبني ليا مع الصداع، وبقات كتقول لي انت باينه طايح فيها وباينه هي لعبت بيك وبعقلك. بقات عليه بالهضره الخاويه، شنو غادي نقول لكم؟ بقات بالهضره الطايحه ونحشم اصلا نقولها لكم. مهم هو بقى صبر ليها وفي الاخر نض شركه هي وبنتها وعطاهم دقه من برا، حتى شنو غادي نقول لكم بقى زقاهم مسموع على برا. انا والله ما فكيت عليهم خليتهم يستاهلوا. نضت عدوسي لبست جلابيسها ومشات غضبانه هي وبنتها، بقيت انا مع شيخي في الدار. ومسكين بغى يطيح ليه السكر والضغط، تعصب وبقى كيرجف بكلشي. ناضو مشاو قبل حتى ما يوصلوا صوناو على راجلي وعاودوا ليه كلشي، عاودوا ليه غير داكشي اللي بغاو هما ومسحوا فيا انا كلشي. راجلي تمتم صونا وبقى كيغوت عليا، قال لي وهاد الخدمه واش انا خليتك معاهم باش ديروا الصداع وهاد الشوا قدام الجيران وهادي وديك؟ بقى كيسد فيا، من بعد قطع عليا الخط ما خلانيش حتى نهضر معاه انايا ولا نشرح ليه شنو واقع. ايوا دوزت واحد اليومين كحله زحله، راجلي الغد لي شد الطريق وجا لقاني مع با في الدار، الام ديالو ختو في دار جدو غضباني. جا عندنا هضر مع با، قال له هما اللي مشرارات وهما اللي تعداو عليها وكذا وهادي، ولكن هو كان عامر من قبل الام ديالو اللي كانت محرشاتو مزيان وما عرفتش اشنو قالت ليه بالضبط. المهم هي هذيك، هو مشى رغبهم رجعهم للدار، جاو قالبين زنافرهم للسما وما كيهضروش معايا لا انا لا شيخي. انا ما ديتهاش فيهم، كنت خدامه شغلي ودايره اللي عليا وقلبه عليهم، ولكن هما ديما حاطين عليا. اما عدوسي البنات رجعت كتغير مني من شيخي، الا شافتني مديت ليه غير الماء ديال الوضو كتبقى تحشي فيا الهضره، ولا بقيت تجلس غير حداه ولا مسكين عطاني الخبز ولا كان قدامه الكاس ديال المعطاه ليا، هما ما كانش كيعجبهم الحال. والمشكل رجعت كتعمر عليا ولدها وكتقول لي فلانه حاطه عينها على باك. انا ملي لقيتهم حاطين عليا مركزين عليا كنت كندير المستحيل باش ما نجبدش معاهم الصداع، وحتى من شيخي رجعت كنتجاهله وما كنتسخرش عليه، ولكن كان كيبقى فيا مسكين، كنشوفو كيطلب الحاجه وكيعاود يطلبها، مراتو بنتو مسوقينش ليه، كنبقى صابره وفي الاخر كنمد ليه الحاجه وكنهضر معاه عادي. كنحاسبني بحال بنتو عزيزه عليه، وانا كذلك كان عزيز عليا وربي اللي شاهد. كان كيخرج مسكين للحانوت كل مره كيجيب ليا الفرماج الحليب باش نفطر، حيت عارفني ما كناكلش الزيت والبيض، وكان كيمشي مسكين كيتسخر عليا من الحانوت. هما ما كانوش حاملين شيخي يتعامل معايا مزيان. المهم رجعنا دي ايمان تناكرين، عكوسي هضرة جوج كتصوني على راجلي وكتبقى تشكى ليه مني وديما كتعمرو عليا. كيعيط ليا هو في التليفون كيبقى ينقر عليا وكيقول لي واش انا ما حيلتي ليك، ما حيلتي لمي، ما حيلتي لختي، ما حيلتي لتمارة الكحلة، وانتوما شبعتو الخبز وهوزتو ما نعرف اشنو، وكيبقى يسب فيا ويعاير فيا ويقطع الخط في الاخر. انا مني شفت راجلي بحال هكذاك كتصوني عليه وكتعمر امه وكتحرشو كتقول ليه مراتك ما مزياناش وماشي ديال العشرة وحاطة العين على شيخها وكذا وهادي، قلت غادي نديرها ليها على قد فمها. واحد النهار عيط ليا وبقى كيخاصم عليا، قال لي مالكم على هاد الصداع ديال دائما؟ درت فيه دورة شيطانية وقلت ليه شوف الله يرحم باباك ما تقلب لياش راسي بالهضرة، واش امك اختك من جهة وتزيدني انت تكمل عليا؟ قلت ليه اسمع شنو غادي يجيك مزيان، انا ما تهضرش معايا وغير تهضر معاك امك تهضر معايا تسمعك فيا، وترجع تمسح فيا رجلك. قلت ليه شوف اولد الناس عندك وحده من الجوج، قال لي انت شو كتقولي بحال اش هذه وحده من الجوج؟ قلت ليه يا دير ليا شي حل وتفرق ليا عليهم يا تديني معاك يا نوض كري ليا شي دار، حيت صافي ولد الناس انا عييت في هذا الشيء هذا. قلت ليه خاصك تفهم هذه انا عييت وما بقاش عندي فين نزيد نصبر،
ومني شافني خنزرت فيه مزيان وتقرعت عليه رجع كيرطب معايا وقال لي عافاك حبيبه صبري وعلى وجهي وانا وادي واختي ما عندها عقل وامي ما عندهاش الحق تقول لك هاد الهضره هادي وانا عارف نيتك مزيانه معاهم وهادي وديك. قلت لي شوف اخويا اختك ما راهاش صغيره باش نصبر ليها تبارك الله راه اكبر مني وزيد انا ما محسوباش عليا اختك ولا امك ولا حتى داك باك انا دايره معاهم غير اللي ما يديروا معاهم حتى واحد كنخدم شغلي دايها في راسي اش بغاو مني اكثر من هادشي. المهم رجعت الوقت لي يهضر معايا وجبد لي حس الاهل ديالو كندور فيه. قلت لي شوف اسيدي الشريف دير لي الحل دير لي ضريب بوحدي عيط نصبر. ملي شافني درت ليه التشاش كل نهار كنقول ليه دير لي الحل وهنيني. نتشاف واحد الطبق فواحد العماره وكره لينا جا عندي وقال الاهل ديالو انا بغيت نقرب مراتي عندي وراني كريت واحد الدار وغادي نديها معايا وكذا وهادي نفرقوا بيناتكم هتصدع. ايوا هما ناضوا ليه باللسان واحد ما بغاوش وما قبلوش وما حملوش. الام ديالو قالت ليه لا ما تفرقش بها خليها هنا وهالسخط هرضة الا انت باغي تعزل ليها وتعزل علينا راسك ولا مشيتي شكون غادي يكون بينا. بقات اخواتاتي كتمدمع عليه في عينيها بقى كيشوف كيشوف قال لها بنت الناس صبري معايا واخا غير شويه صافي رجع مشى بحالاته وطلق هذاك الكرا وخلاني معاه في القاره. ما نكذبش عليكم حسيت بالدم نزل عليا داك النهار شحال بكيت وين بقيت معاهم من داك الساعه وحنا في نفس الموال ديما نقاشات ديما صداع وبالخصوص الا كان الامر كيتعلق بالشيخي. واحد النهار مسكين جا عندي البيت باش يهز غير الصندله ديالو كانت في رجلي شافته مراته دارت لي حاله كحله وقالت لي علاش دخلتي عندها للبيت وبقى لي بقات علينا بشي هضره اللي خاويه ديال زعما راك دخلتي على ود شي حاجه وبقات علينا بالهضره. اما خواتاتي الا خواتاتي الا بدلت ولا ريحت ولا درت غير كحيله في عينيا كنسمع خل الودنيه وكتقول لك لا انت وكتزيني لراجلي وكتعطلي لراجلي وانت حاطه عينك على شيخك. ومني كنسمع هضرتها كيتعصب منها. واحد المره دابز معاها ورفض راسو عليها وبقى كينعس في الصالون كانت كتشك فيه كيدخل عندي للبيت. النهار اللي كنصبح حاجاكم كندوش كنسمع الهضره قد الجبل وحشيه الهضره الله العظيم الا كنت كنبكي بالدموع منهم ومن الحقره ديالهم. ايوا يا خواتاتي بقيت على نفس المعاناه 3 سنين وياه 3 سنين وانا معاهم على هذيك الحال. كنت حملت مره وحده وما كتبش حيت كان الاحمر حلم بحمل عفوا خارج الرحم. المهم بقينا جارين في الايام حتى رجع راجلي جاب الانتقال مره اخرى من المدينه ديالنا وبقى معنا في نفس الدار وحتى هو رجع حط عليا وعلى الاب ديالو ولكن ما كان كيقول لي والو غير مو اللي كانت كتبقى كتنغز فيه. المهم بقينا حتى النهار اللي ناض الشيخ كيدوش وكان خاصم مع مراته دخل على الدوش بقى كيغسل انا كنت كنطرف في الدار راجلي كان خارج هذاك النهار كان خرج القهوه لوسي كانت بقات ناعسه حيت لاله ما كتفيق حتى كدوز الدور في الدور. المهم شيخي كان في الدوش بقى كيعيط على راجلي باش يحك ليه ظهره حيت راجلي داك النهار عنده ديال الروبو ولكن كيف ما قلت لكم راجلي كان خرج للقهوه عند صحابو. ايوا هي هذيك مشيت انايا قلت لها قلت لها خديت كلمي عمي كيعيط لك قالت لي الله يعطيه العمه والله يعطيه ويدير له سيري انت عنده نيت انا ما نكلمه ما يكلمني. بقى كيدق في الباب مشيت عنده قلت له عمي شنو بغيتي؟ قال لي بغيتك بنتي بغيتها بنتي اللي يحك ليا ظهري. قلت لي راه ولدك فلان ما كاينش اللي حك لك ظهرك راه خرج من القهوه خرج للقهوه وخاتي حك راه مشغوله. قال لي دخلي انت دوزي لي على ظهري الله يرضي عليك بنتي دغيا وخرجي. حشمت منه لكن بقى لاصق فيا ندخل عنده فتح لي الباب قال لي زيدي زيدي دخلي. عقلتي كانت حاطه عليا انا ملي شفت شيخي لابس سروالو يعني ماشي عريان ولا سيد مسكين مستور ما جاني فيها والو راجل كيرغبنا ندوزو ليه على دارو. قلت ما فيها باس حتى الاب ديالي شحال من مره عيط لي حكيت ليه دارو عادي. المهم زعمت ودخلت ويا ريت ما دخلت لهذاك الدوش داك النهار ويا ريت ما قربت ليه. المهم انا دخلت بديت كنحك ليه وراجلي عمر معنا الدار غير هو دخل عقوسي بقات كتغوت كضرب في رجليها ويديها. قالت له ويك ويك عباد الله باك مع مراتك في الدوش عريانين يا مولانا يا علي واش هاد الباطل نزلت عليا. راجلي بقى كيغوت برا قلب الدنيا انا ملي سمعت الغوت تخلعت جيت نخرج وانا نزطم في السطل ديال الماء ونطيح من السما الارض تكب عليا داك السطل ترتخت بالماء. شيخي مني شافني هكذا قال لي راه بنتي يدك ونوضني دغيا عطاني يدو. راجلي دفع الباب وشافني شاده لي في يدو وانا كلشي مترتخه وسارده بالماء. ايوا راجلي حساب له با كان كيتبسل عليا ولا ما نعرفتش الدنيا خواتاتي من شعري وبقى كيشتف عليا وكيعرق ليا غير الهضره الطايحه ما خلاليش وما خلانيش حتى نقول ليه شنو كاين. والله العظيم الا با مسكين ما عمرو قلل عليا الحياه كان محترمني اكثر من بنته هما ردوني عاهره معاه. المهم شو هاك حلا زحله ما نقولش لكم شنو داروا فيا نطلو السيم بوطة بالنعاس عاونت مع خوها فيا. اما عقوسي بقات عليها السخط الا ما تلقاو صيفطها لدار باها طمعت في باك الكلبه الفعله التركه.
ناض جرني داني عند الاهل ديالي كنقطر بالماء وقال لهم بنتك راه بنتكم راه مطلقه عندي اولي شنو كتقول. صافي الراجل كان بحال شي وحش انساني تيق كلام الام ديالو ايوا داكشي اللي شاف قدامه تيقو حتى بلا ما يسول عيا با من باه ما يشرح ليه ويهضر معاه ولكن ما بغاش يفهم. المهم سمح فيا عند الاهل ديالو هز راسو وبات ما صبح. انا بقيت غير كنبكي وكنويل دوز 15 يوم كحله عيت ما نصوني عليه والو. اما شيخي كان جا عندي واعتذر للاب ديالي وعاود لي شنو كاين بالتفاصيل قال له ودي البنت ما عليها والو غير هما فيهم دعوه الشر وها ما كاينه ما كاين وراني جريت عليها حتى هي لدار باها خليها تقنع منهم. المهم المشكل كبر وكثر صافي بقينا هكذاك. من بعد لقيت راسي مريضه ملي مشيت للسبيطار درت فحص طلعت حامله وعندي 22 يوم. وهذاك النهار اللي مشيت للسبيطار جاتني الاستدعاء ديال الطلاق الراجل دفع بيا الطلاق وما رحمنيش. دابا خواتاتي انا خايفه نطلق منه انا حامله. ثاني حاجه خايفه نقول لهم انا حامله وينوضوا يقولوا لي لا انت حامله من شيخك. وانا كنقسم لكم برب الكعبه ما عمرو حتى حتى يدوا عليا بنيه خايبه. شيخي مسكين ما كنسلو عضه في خبزه عدو سياس بابي وبنتها الله ياخذ فيهم الحق. المهم البنات دازت الجلسه الاولى وهاد الايام الجلسه الثانيه ديال الصلح وانا باغا الصراحه نتصالح معاه ماشي على ودو هو لا على ود هاد الشيء اللي في كرشي ولكن هو باغي يطلق. دابا باش تنصحوني واش ما نقولش ليهم على الحمل ونتحمل المسؤوليه ديال راسي ولا نقول للقضيب اللي انا حامله ونشوف الا بقى حتى طاني في الحمل ديالي وقال لي من الاب ديالو واش نطلب التحليلات ديال اللي كتثبت الابوه ولا شنو. ما عارفه شنو غادي ندير وما عرفتش من نتبع الحمل ديالي هو اللي خربقني. اما انا صافي كرهتهم كاملين وما بقاش عندي غرام ديال المحنه من الجهه ديالهم الله ياخذ فيهم الحق كاملين خرجوا عليا دعيتهم الله. المهم اختي امينه هذه هي قصتي نتمنى تصدقي منها حيت محتاجه النصائح ديالكم. ما عرفتش كيفاش نتصرف مع العلم الاب ديالي وحتى امي ما بغيتهمش ما بغيتش نرجع عندهم قالوا لي انت غادي تطلقي تبقي معنا انت وهادشي اللي في كرشك حيت ما نقبلوش يطعنوك في الشرف ديالك. مع الاب ديالي راجل اللي كيف ما كيقول لك راجل حقاني وداكشي قال لي الاب ديالي ما نخليهمش انا يطعنوك في الشرف ديالك مع راجل قد جدك. ولكن ما عرفتش واش الطلاق يكون صحيح. انا دابا حامله حيت اش غادي نقول لكم بحثت وقال لك المراه لا يجوز لها الطلاق حتى تولد. والله ما عرفت شنو غادي ندير. اللي عنده شي معلومه صحيحه يفيدني بها وهذا ما كاين. شكرا لكم بزاف وبالسلامه عليكم وكيف ما سمعنا كاملين. المهم اختي واحد عندي واحد التعليق على واحد الحاجه اختي سكينه. اولا قبل كل شيء شيخك ما كانش عليك تدخلي تحكي له دارو عيب وحشومه. انا بعدا تجيني عيب وحشومه نحك لشيخي هو باقي باينه في باقي صحيح ومادام انه مرتو كتغير عليه الا وانه باقي شاد في راسو دونك نتي يا شيخك خليه عليك في التيقار ما تدخليش اختي عنده للدوش. صراحه انا تبا نحشم نحك له دارو يعني كتجي شويه قاسحه. انا راجلي وكنت كنحشم اصلا ندخل عنده للدوش فهادي درتي واحد الغلط. انا عارفه هادشي عادي ولكن حنا كمسلمين ومجتمع عربي ومسلم راه بحال هاد الامور كنكونوا الصراحه كنحشموا منها كنحشموا يعني. انا بعدا ماشي كتجيني عيب ولكن كتجيني حشومه. حتى شيخ الا كان مسكين رازم ولا ما قادرش وكان راجل كبير بزاف نقدر نتنازل وندخل نحك له ظهره ويكون معنا شي حد. ولكن باش هو يطلب منك تحكي له ظهره ولا لا زعما زاد فيه هو كان عليه يلقى لك الحل. حاجه واحده اخرى هاد السيد هذا اللي باغي تولي عنده وهو طلقك وما عزل ما عرفش الحقيقه فاصلا انت اللي خصك تدعيهم ماشي هو يدعيك. انت اللي خصك تدعيه لانه تعلق في الشرف ديالك. الشهود هما شيخك يشهد بلي انك انت ما عندك معاه حتى شي علاقه وديري حاولي ديري العز والكرامه لراسك. بالنسبه للحمل قول لهم انا حامله ولا طعنوك في الحمل ديالك اكيد خصك تدافعي على راسك. وتا ما كنتيش غادي تطلقي وانت حامله فماشي مشكل ملي تولدي غادي تطلقي بطبيعه الحال ولكن دافعي على الشرف ديالك وعلى الكرامه ديالك لانه ما نوقف الشرف ديالك وانت خصك تدافعي على الشرف ديالك فهمتي. فالوالد ديالك عنده الحق خصكم تنوضوا ديروا واحد الدعوه ديال الطعن في الشرف وحاولي حتى انت تمشي عند وكيل الملك وتحكي له كله انا اشنو 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 هو اللي غادي يقول لك شنو غادي ديري بطبيعه الحال غادي تطلعيهم وتهبطيهم في الاخر راه حتى هما غادي ان شاء الله ياخذوا الجزاء ديالهم على داك الظلم اللي ظلموك. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. شكرا لك الاخت ديالي الكريمه سكينه حيت سرتي لنا الحكايه ديالك. كنتمنى من الله يفرج عليك في الايام القريبه ان شاء الله. كنتمنى الاخوات والاخوان الكرام تا هما ينصحوك ويقولوا لك شنو خصك ديري. ما سخطش بكم الى ان القاكم دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.